جيب التعصبين هنا. شوي اسرع. هذا المسدس. هذا الامان مال. واضح؟ الثاني شنو هو؟ اليم الزنا. مفهوم؟ مين المي اذا ما شو تسوي؟ تضغطها بيهن بصوره صحيحه. اللزمه مال المسدس بهالطريقه. تجي هاي ايدك دائما ما تخلي فتحه هنا. خليت هاي ايدك بهالطريقه. هذا صبعك راح وين يكون؟ بهالطريقه. الثانيه شوف. وعليه بهالطريقه. زين هذا صبعك اللي فوق هذا الثاني وين؟ اللي جوا. هذا دائما وين؟ خارج ضربة السنان. مفهوم؟ نعم رئيس. وسدد وصور بهالطريقه. شوف شلون وضعيه الملاكم. يلا نرجع بهالطريقه. المسدس ما يصعد هيك. لا بهالطريقه. شوف على عين وسدد وصوب برضه شعيره منتصف الهدف. واضح يا ولد؟ واضح؟ هاي اللزمه مالته للمسدس. هسه راح نقوم لاين لاين ونطفون قدامه. بس احنا جاي نشرح لكم وجاي نشوف بالنسبه للاملاء والتبريد للمسدس. هاي عتلة تثبيت المجموعة. من راح تسحب؟ 2 3 4 شو راح تشيك؟ بالبداية تشيك خاف عدو يمين يسار. والشغلة الثانية اللي اتشيك هو صاحبه. مثلا احنا واقفين اذا واحد رمى عليه شوفه خوما او تعب قاع سوا باي لازم هم هنا تشيك. واضح يا ولد؟ جيد. عندكم شيء؟ اكو واحد عنده سؤال؟ هذا هو؟